أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وليس في عنقه بيعة أنه مات ميتة جاهلية، هل يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيكون فاسقا أم خارجا من الملة؟ نعم، يكون فاسقا كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج من الملة. ومن العلماء من يرى أن الخوارج كفار، من العلماء من يرى أنهم كفار، لكنهم قلة، القائلون بهذا قلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.